بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. مبحث دهم لا أحرار مصدر إليه، تعريف مصدر إليه بنداية، كمعمولا منادى لا أصل مفعولا مصدر إليه، فتقع عيدة نبي بحث منادى لا أحرار مصدر إليه حسب نكره. اما ديالا اللي اما حساما كذوها كافر من مبحثي دهم في تعريف المسند اليه بالنداء لمعرفة هلاني مسند اليه بالنداء، كافر من يؤتى بالمسند اليه معرفا بالنداء لاغراض كثيرة، يعني مسند اليه اي ان ليبا معرف بالنداء لبرغ رزقاليك زور هرشن اوي كبو بمنادة هذا مسند اليه نية ولي يتر برحال اما خوشي لفاورقيا ويوتك معمولا زورق لعلماء البيان ما ينهيناها منها. إذا لم يعرف للمخاطر عنوان خاص زمان استفادة بعضهم لنداء كريم كبو مخاطبك عنوانك تايبت نزالي مثلا يا الرجل ناوقي نازاني تابر يا زيدو، يعني مجبوري لأي يا الرجل يعني هو بغي نداء كوا بك معرفة وأتنا كيريا وليبه هوي نداك وأبيب معرفة كعمل ياما بس فلسفة نداء نقل مصدر إليه أصلا أحوال مصدر إليه نيا وليبه الحال ياما وقت وهي استفادة للنداء كين يعني لا اسم للنكيري مقصودة استفادة كين زمانك كأجر عنوانك خاصي نبي طبيعية. ومنها الإشارة إلى علة ما يطلب منه ويكي كتير لها فوائد نداء إشارة ولا التي أو شيء كلا مناداك طلب غيره مثلا يا تلميذ اكتب الدرس، يعني بويا كانت أبو جورا داني ديكيشن على التي طلبونك، يعني التي أو كم دعوة كم لا وكتب درس كهوني شو كتب شاغلدي وظيفة درس فندلا يا وظيفة مثلا درس نوسينا. المبحث الحادي عشر في تنكير المسند إليه، مبحثي تهم بحثك لباري بنكيره هناني مصدر إليه، يعني يكا لا أحوالي مصدر إليه أو يكا مصدر إليه بنكيري بنكيري بيني أما حالي شوارما حالي هو الحذف ودومك ذكر بوسيامك تعريف وشوارمك بتتنكير أفرمي يؤتى بالمصدر إليه نكيرة، يعني مصدر إليه بنكيري أهين ريه بولي عدم علم المتكلم بجهة من جهات التعريف حقيقة أو إدعاء لبنو يكا متكلم علمي بهي جهة يقنية لجهات تعريف باشا لكام جهته لكل أو جهتان وكمصد إليه في أبيب معرفة أم علم بو جهتان نية لا حقيقة يا حقيقة علمية يا ادعاء. وقال جاء هنا رجل يسأل عنك هذا الاتيار هات برتياري تو يكر ناغاني خوي له شو قناي ناسي تا إسابة موصولة باسم الإشارة باشتياق محرفيك أما كي إذا لم تعرف ما يعينه من علم أو صلة أو نحوهما زمان كتور نزعني نناسيه أو اشتيك معينك إسا علم بصلة بي ويا نحوه وانا وقد يكون لأغراض أخرى أما جاري وهي أبو أغراض كتير جبه فتوقو تكثير باشا وكو وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، يعني في أغنبرانك يزور فيشتو دام درو أخراونته وتتكذيب كراون وأتخلق تانوتوني ودروعكا وإن يكذبك إنك إن شركية لا صار جزاء محذوفة أم فقد أما علتي جزاك إليها لجي جزاك داشو، يعني وإن يكذبك فلا تحزن أقر هاتو وتيانتو ودروعكي محزون مبا بو شن فقد كذبت رسل من قبلك شكو بيغنبرانيكي زور وعظيم لفيشتو لا معمولا تكذيب كراون قواتتو أول كثني كتكذيب كرين يعني اللي لدى أكريها مثلا نقبوا تعظيم جميع لقل تكثير آخر تعظيم بياني عزمت اشتكى أقياني متواجبين أي رسل كثيرون والتقليلي يعني بقى بتقليله نحو دائمية تعظيم مربوط بكيفيتها تعظيم وتحقير ولا التكثير وتقليل مربوط بكميتها تقليلك لو كان لنا من الأمر شيء أجر شيئك كم بدس معن بوائه لا أمر لك هارك مثلا يا رضوان من الله أكبر كم الرازيبون الأخوة أكبروا قولة لو اشتعنيك له أو يكلب اشتعيه يا والتعظيم والتحقير يوكو تعظيم وتحقير كقول ابن أبي سمط
كان كان كعبة مثال بينه هم تعظيم كعبة تأخير على له حاجب عن كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب بو أو حاجبك هيا يعني حاجبك عظيم هيا مانعك هيا لهر أمرك عيب ذلك إن يقع قرار بأمرك موجود بأبو عيب دار كرني أم مانعك قوله هيا ك أو مانعنا يا رب أم عيب دار ببي باشا أما وليس له عن طالب العرف حاجب أما بو أو لطالب عرف يعني كسيك طالب بخششة حاجبك إنيا هر كسيك نيازك ببي أكي دواي نيازك إيكا ببي أو كحاجبك كم حتى ببي لبرابريا حاجبك حقيق كونوكا باشا أي له مانع عظيم وكثير هم مانع عظيم هم كثير هي عن كل عيب أما وليس له مانع قليل أو حقير عن طالب الإحسان أو فيحتمل التعظيم والتكثير والتقليل والتحقير مثلا إيه أول كيان اهتمام هي بتعظيم وتكثير دون ما فيش عن بتحقير تقليل وتحقير وتهل كان كونيك يكي تريان لواني فوائد نكيرة إخفاء الأمر قالك ما نكارك ما خفيكري نيجي نفعل إنسانك معرفة أكو قال الرجل إنك إن عرفت عن الصواب كتخفي اسمه حتى لا يلحقه أذن لبلا بركة قلت الله في هذا جاي وتوم الحريف بين الرجع باش بنا في هذا كنا ريتو والله إن رقي مخفي كي بو أويك أزيد توشي نبي نتاع عم شيء بجنبه أو حاربين هو يبنا كذي أي وقص إفراد جاري ويا قص إفراد مانا يعني جارك مانا بلا مثلا أكو والله شيء ويل أهون من ويليني يعني بلايك مصيبتك آسان تبدأ المصيبة أعوى يعني بترمينكاته لها إفراد الزنزولة أي ويل واحد أهون من ويلين وقص النوعية لجانا بقص النوعية وكل كل داء دواء يعني بو هكذا نوع دردين نوع دوائك هي أي لكل نوع من الداء نوع من الدواء مبحث ثاني عشر المبحث الثاني عشر في تقديم المسند إليه يعني أبجال الدين مثلا مسند إليه مقدم هكي كما سر إليه مقدم مكين أو مثلا بحثت بحثك زولة ولا بقصتك إليه أخواني أفرمي بغي مرتبة المسند إليه التقديم يعني يكي تلا حالي بينجم لو شش حاليك قرار مباسكين تقديمه معلومة مرتبة بفي أقرب في جاي قاعدة مسند إليه مرتبة في تقديمه وذلك أجل بنوع لأن مدلوله هو الذي يخطر أولا في ذهني شن مدلول مسند إليه أو جارية أو ذهنه لأنه المحكوم عليه أم محكوم عليه والمحكوم عليه سابق للحكم طبعا ومحكوم عليه سابق وحكم يعني بلا محكوم عليه أبي بيجا حكمك جد فري كيف استحق التقديم والعن شو طبعا وايا فس لو رعيشة استحقاق تقديمي فياكر بنا ولتقديمه دواع شتى أما أجل لو بو تقديمك مقتزياتي كي متفرقة هيا كباسك يكيك لو أنا مثلا تعجيل المسرة بوي كلمة كلمة كي خوش حال كنن ديا كابلا زو مسرور بذي بوي عبي العفو عنك صدر به الأمر عفو لتو أمر يعني قزرش لتو أمري فيه صادر بوا باشا يا ومنها تعجيل المساء بوي زو مثلا خوش حال بذي زو تلي أكو القصاص حكم به القاضي قصاص قاضي فكون فيها كل بذي آوة ومنها التشويق إلى المتأخر كيف تشويق إلى المتأخر إذا كان المتقدم مشعلا بغرابة هذا المتقدمك مشغل بغرابتي لك لما وصول لك عود ما نمشي عليه فقل قولي أبي علام عري الله والذي حارت البرية فيه أو اشتيك برية يا داما وكيا حيران بوا حيوانك المستحضر للجماعة يعني بو معادي جسمانية ملك يعني بو معادي الروحي هيك كثيك شكل ومنها التنزز وكل ليلة وصلت وسلمى هاجرت نعم كان يعني بو التنزز لتشاهد نعم أتواني بو وصلت ليلة بابا ومنها التبرك يجري ان تبرهم الحمد لله تبرك اسم الله اهتديت به ناوي خدا او ناوي كمان في شعر الزعبون بو ناوي خوت مسره بلا ناوي خيري لا والله ومنها النص على عموم السلبي او النص على سلبي العمومي باشا دون اصلاح معنيه في استئمه في اشناب الدين يجي كان عمومي سلبي كان سلبي عموم مثلا هاي سكرة اگر ايما اوين لا رجل في الداري يعني هش رجل اقل معلانية ايما للا سلبة كيكاية ايلا بلا بسلبة كيا عمومي سلبة يعني سلبة كعموميتي هيا بو تكتكي افرادك تو يكشي هيا ككوني في الدار لو مثالها بذلو حالي بذلو
ام كوني في الدارة تو سلب كردوة. سلب كردوة لكي لا تكتكي افراد الرجل فاز عمومي سلبة، يعني سلبي كوني في الدار شاملي تكتكي افراد مسؤوليقاتوة، يعني داننا معه شاملين ايه متواجمين. اما جاري وهي سلبي عمومة وكو مثلا اگر بجيقي اولي ومثلا لا رجال في داري مثلا اتسوما لا مشابه ليس دي ربا لا رجال، رجال يعني كومالا فياو لما لانية ام كومالا فياو ديارة سلبي عمومك يعني بعمومية يعني لو انا دا مدوان بفي عربي فازو اسلاحة يكير عمومي سلبة يكير سلبي عمومة. عمومي سلب يعني سلبي حكمك شاملي تكتكي افرادك عاتلها واتا هيش فردية لو افرادة او حكمي مصابد نبوة باشا. وده سلبي عموم يعني عموميتي كشاملي يكشد هيا حكمي هيا كشامل اها مثلا افرادك مثلا همويا وده ام سلبي ايما روي عموما كيكري وده لي اهم حكمة كدودانا بو قشتيانية بو بريت يعني بو بريت يعني فعموم سلبي راش عمومي سلبة شي حاصلة بذلك يكون بتقديم أداة العمومي بس أداة عموما لك لا مكان هو كل أجر أداة عمومك لبرو بيني أو ديار لواء عمومي سلب رياوة وجميع ككل وجميعين جا باش أداة عمومك بس شيء في يجدم على أداة النفي بس أداة نفيك وكو كل ظالم لا يفلح يعني هيج ظالم الرزقار نابي المعنى لا يفلح أحد من الظلمة فس أمشي يعني الرزقار بول حكمك كلا تكتكي أفراد ظالم سلبكري أعوى متوجبين يا أعوة يا كل ذلك لم يكن وقل حديثك حديثك هيا كبير غنبر جلو تقال سلبية نيوشني من روب ولدورك عدا صلاة داوة صحابية وناوي ذو اليدين لفي غنبري فرسي قربانا وسهو تكر يا نيوش كمابوة فرموي كل ذلك لم يكن داوة يعني هيش كان لوانا يعني نيوش كمابوة شاكا الناس سويش مكتوب الصحابي قال لي بل بعض ذلك قد كان حاول كافر تاريخ في غمر دودي قال تربية كذا اللي يواجهه في غمر زاد شورا سجيك يقول ميرجكي خوان دي تر دعاء سجيك سوي بس كل ذا أي لم يقع هذا ولا سوى ولا ذاك أبو كل تلميذين لم يقصر في واجبه هيج شاكر ذي لتكليف خويا لأنجام تكليفة كوتاينة كده ويسمى شمول النفي ماشا وكل عمومي سلبي عنصر شمول النفي في فعلا واعلم أن عموم السلبي يكون النفي فيه لكل فردي نفيك بها مو فرديك وتوضيح ذلك أنك إذا بدأت بلفظة كل كنت قد سلطت الكلية على النفي يعني كليتك ومصرتك لمت النفيك وأعملتها فيه وكلية إعمالك لدى نفيا وذلك يقضي أن لا يشذ عنه أحد وأوجد داوي أواك أي شيء لدرجه أي سلب العموم وسلب العمومي يكون بتقديم أداة النفي على أداة العمومي أمر أداة النفي كاف مثلا في عجلي هذا قلو مثالها مثلا لا كل ظالم يفلح مثلا يا لا يفلح لم يكن كل ذلك زبج كل ذلك لم يكن لم يكن كل ذلك يعني لم يقع المجموع مجموعة واقع نبوة مثلا تكاليني طبعا كاكا او برداء مثلا مجموعة شنخوان كالمجيرة وبرداء وامانا بو مجموعة بو كوملا او برداء برزا كانوا باشا دي امامك باكش يعني برزي اكانوا برام اقل مثلا كوملا مثبتة اقل كوملا كموغا دارو دوانين برزا كان بو برزو ناري عربي فزيوا او حكمك ابو اوان سابد بيدا اثباتا لم يقعد مجموعه فيحتمل الثبوت البعضي ويحتمل نفي كل فرد يعني ليش نوعي مثلا نصنية يعني لا أوداك سلبك الشامل يقشتي بين نصنية يعني احتمال شيء عادي فيحتمل ثبوت النفي يا ثبوت البعض يحتمل ثبوت البعض يعني أم وزعه حلقري ثبوتي بعضه ويحتمل النفي كل فرد لأن النفي بيوجه إلى الشمول خاصة شكرا فيك الروكات الشمولك دون أصل الفعلي هناك تعطل في عندك يعني شمولك نفيكاته ويسمى نفي الشمولي فعلك نفي نبوته وليه الشمول نفي بوته يعني أم حكمة شاملها هو أفرادك أنها قال يعلم أن السبب العمومي أمر يكون النفي فيه للمجموع غالبا
نفي بو مجموعة غالب وقو شي وقو شعري أم شاعري كالي ما كل رأي الفتاة يدعو إلى الرشد يعني همو رأيك إنساني جوان مرد إنسان دعوتناك ولا رشد همو دعوتناك أما منافاتي أولينا الرأي كانيا شندان الرأي إنسان دعوتك ولا رشد توجبين وقد جاء لعموم النفي خليه ولأما جاء جالش بو عمومي نفي هلاتوها من نوع عيشة إنه قل فإن الله لا يحب كل مختال فخور عنا في رجل خدمات ولا جارع على أخوه أقر معنا في لسنو بيه ما يجين يعني إخوة همو يعني خوشنا يعني دارداريك يعني خوشنا أخوانا ودليل ذلك الذوق والاستعمال بذوق والاستعمال توزاني ومنها إفادة التخصيص بعد الأبنس موفق